اهلا يا منى. اهلا بحضرتك. اخبارك؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. شكرا. انت دايما بالحياه تلبسي كده؟ اه على طول. على طول في البيت كمان؟ لا لا في البيت لا. منى اهلا وسهلا فيكي. اهلا بحضرتك. منى ربت منزل عند ولدين، عند سمر واحمد، ما شاء الله بنته صبي. كانت عايشه بالف خير وبالف نعمه هي وزوجها. زوجها محمد شعراوي، زوجها رجل مقاولات، بيشتغل بيروح الصبح بيرجع عشية، يمكن بيتعب بيشقى. هي بالبيت كانت تحس بشوية ضجر، يعني ما كانت تشوفه كتير للزوج، محرومة شوي. إلى أن ذات يوم في شاب جارون، الشاب يمكن عجبته منى، تحايل وقدر ياخذ رقم تليفون منى، وصار بينه وبين منى في مراسلات بالتليفون، مساجات. بعدين اتصل فيها، صار يكلمها، صار في كلام مباشر بينه وبينها، كلام ما بعرف، مراسلات ما بعرف شو طبيعتها. بس في يوم دخل زوجها محمد إلى المنزل وسمعها بتحكي بالتليفون. كانت عم تحكي مع ذلك الشاب، سمعها عم تشكي لهذا الشاب من زوجها، من محمد. ثم غضب، يمكن أخذ التليفون منها وطلع، لقى فيه رسائل على التليفون وفيها رسائل غرامية شوي، صح؟ حسن بقى. طبعا الرجل زعل كتير وانفصل، ترك البيت ومشي، وما حبش يطلقها بسبب الأولاد، وقال لهم سنة ونص منفصلين. عم بيشوف أولاده محمد؟ بيشوفهم. بيجي على البيت؟ لا. كيف بيشوفهم؟ بيبعت أخته كل أول شهر تبعت المصروف ويشوفهم، بتاخدهم تودهم له ويشوفهم. وانت ما بتشوفيه لمحمد؟ لا. رافض يشوفك؟ رافض يشوفني، رافض يسامحني اصلا، رافض يصالحك؟ لا. وهو معتبر انك في خيانه، يعني انت وذلك الشاب كان في خيانه. بس انت بتقولي انه ما حصلش ولا شيء بينك؟ لا ما حصلش اكثر من مكالمات تليفون بس. مكالمات تليفون ورسائل؟ ورسائل. ورسائل مثل ايه مثلا؟ رسائل غراميه؟ مش غراميه بالتحديد، يعني هي كان رسائل، يعني مثلا طب حاولي تنزلي، طب عايزه اشوفك، قصك وحشتيني كده يعني. اف منى، انت بتعطي حق لزوجك ولا لا؟ وعنده حق. عنده حق. عنده حق. ويعني اي رجل بمكانه كان عمل نفس الشيء اكتر من كده، انما الرجل ما طلقك. لا هو سيبني عشان الاولاد، ما طلقك. بعده بيصرف عليكم هو؟ ما هو لازم يبعت مصاريف ولاده. لازم. لان انا ست يعني ربت منزل ما بشتغلش. يا ستي نحن بعتنا رسالة لمحمد شعراوي، خلينا نشوف كيف تسلم هذه الرسالة. أهلا أستاذ جورج، يومنا النهاردة في الموني عشان هنسلم دعوة الحضور لأستاذ محمد شعراوي. عندك 46 سنة؟ أيوة. متزوج؟ أيوة. عندك أولاد؟ أيوة. ممكن بس الشاتك الوضع اللي خلاك أعلمكم على الشاتك مين؟ أسمائي من برنامج زوجة كده. شرفت مني. دي دعوة حضور؟ أيوة. شوفنا أنا حضرتك فيك. طب ما شوفين. أوكي، قبلت الدعوة؟ طبعا قبلت. أهلا أهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا حبيبي، أهلا. كيف أحوالك؟ طمني عنك. تفضل تفضل عيوني. أهلا فيك، طمنا عنك. الحمد لله. شايفك فايت داخل متردد، ليه بقى؟ شوف ساعتك ما تردش. أنت حذر. الحمد لله حذر، وباين عليك ما شاء الله بتصلي يا سيدي. مش أنا اللي وجهت لك الدعوة،
أنا في ناس لجأوا لي طلبوا مني أن أدعوك إلى هذا الاستوديو، ففعلت، أرسلت رسالة باسمي تعذرني سلفا عن أي شيء، بس إن شاء الله يكون للخير، إن شاء الله تشكرني بعدين مش تعذرني إن شاء الله. أتمنى. تحب تعرف مين دعاك؟ أتمنى. يا ريت تطلع بالشاشة. إيه ده؟ طب ليه يعني؟ ده اسمه كلام ده يا جدعان؟ ده اسمه كلام؟ يعني الفضايح كده تبقى على الملأ كده؟ فضايح؟ ليش فضايح؟ ليش فضايح؟ أنا الإنسانة ديت أنا أسهم من سنة ونص وأنا مفيش صلة ما بيني وما بينها أساسا. بني آدم مش غير محترم أساسا. لا يا رجل، أم أولادك. ماشي أم أولادي بس خلاص يعني الموضوع انتهى. يعني بعقولي لابنك تقول له أمك مش غير محترمة؟ لا يعني أنا خلاص، أنا بالنسبة لي الإنسان دي لو شفتها لو هي موجودة هنا أنا ممكن ما أفرتكها. فأنا آسف يعني. وأنا آسف بس تفضل خليني، أنا ما زال جيت خليني أحكي معاك. رحب فيك. لا الله يبارك فيك. أنا قلت لك قلت لك إنك تعذرني سلف لأنه كده. لا كده معلش أنا آسف كده ما ينفعش. ما ينفعش كده ما ينفعش. طيب لأن ما تبقاش العملية على الملأ كده و معلش. والفضايح على الملأ. ما فيش فضايح. لا لا لا. ما هي صاحبة فضيحة مش أنت. لا 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 لا. أنت مالك؟ أنت مش صاحب فضيحة. إزاي؟ ما هوش ليه أصدقاء وليه أصحاب ما يتفرجوا على الكلام ده يبقى إزاي؟ بس مش أنت صاحب الفضيحة. طب إزاي؟ هي بتتحمل مسؤولية. ازاي بتحمل؟ انت الخنت مش انت الخاين، هي. لا بس هي الخاينه وفي نفس الوقت ما انا برضه بتحمل مسؤوليه، مسؤوليتي ان انا اتجوزت انسانه زي دي. لا 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 لا, لا, لا. هي بعتت لك رساله، تحب تسمعها؟ اتمنى. بعتت لك رساله، خلينا نقراها على القاعد لانه بدها شويه هدوء، المساله بدنا نقراها بهدوء لانه في وضع عائلي، في أولاد. بتقلك زوجي الحبيب محمد، يا رب تكون بخير، مع أني أعرف أنك لست بخير لأنني تسببت لك في جرح غائر، لا أعرف هل سيداويه الزمن أم لا، لكنني أعرف أن ما أستطيع فعله هو أن أعتذر لك عن هذا الجرح أمام ملايين الناس. حبيبي محمد، أيوة أنت حبيبي، حتى لو لم تكن تصدق ذلك وحتى لو كنت غاضبا مني يا حبيبي، لقد افتقدتك كثيرا. أعرف أن ذلك لا يبرر ما فعلته، لكن يجب أن تعرف أنني كنت أفتقدك وأنني كنت أريد من يسمعني، وأقسم لك بالله أن الأمر لم يتعدى المكالمات والرسائل، وأعرف أن ذلك خطأ كبير، لكنني لم أذهب في طريق الخطيئة. طب دلوقتي اللي بيبعت دعوة الواحد ده مش موجود؟ اللي بعتت لي الدعوة ومش موجود؟ موجود بالشاشة، على الشاشة. لا موجود وجه لوجه. ايه موجود. طب أقابلها. لحظة هتقابلها بس خليني أكمل الرسالة. تفضل. قلت يا محمد أنا آسفة على ما حدث، وليس سهلا أن تخرج امرأة أمام كل هذه الكاميرات وفي برنامج يشاهده الجميع لكي تعترف بخطئها على مرأة ومسمع من الدنيا كلها، لكنني أفعل ذلك لأنك تستحق هذا الاعتذار. أستحلفك بالله أن تسامحني من أجل حبنا ومن أجل الأولاد، والمسامح كريم. أنا حكيت مع الست ما صلش فرصة أن توضح موقفها. هي بتقول أنه ما حصلش أي شيء بين ذلك الشاب. في شباب كتير بعكسه ستات، تليفونات، مخابرات، مكالمات، ست بتكون ضجرانة إلى آخره، بس إنه ما وصلت إلى حد الخطيئة. خطأ زي دوت. طيب بس الخطأ لو الخطأ ده مع سيادتك أو مع أي راجل من الرجال العاديين. يا سيدي بيدخل الشيطان أحيانا، مين منا معصوم؟ نحن بشر. ماشي إنما. بس ما تبقاش على الملأ. ها؟ ما تبقاش على الملأ، في تصالح ما يبقاش على الملأ.
سيدي. في حل مشكلة أشعر ما هو أنا بدي أقول لك شغلي، أنت بتحب المشكلة ولا لا؟ بتحب المشكلة؟ بتحب تحل المشكلة؟ بحب أحل طبعاً. طبعا أي مشكلة تحل. فإذا لما بتنحل المشكلة وكأنها لم تحصل على ملأ، لأنه بتكون فعلا بيّنت أنت عن كبر أخلاق وكبر قلب وكبر إيمان، بتكون الست كمان برأتها من الظن. بس خلينا نسمعها تتكلم، ما زال بدك تسمعها تتواجه معها. أنا أتبقى يا منى وجه معها وجه لوجه. خلص هلا متواجه مش طيب. هلا حنتواجه، بس خليها تكلم بالأول. والله تضلي. العظيم أنا غلطت وجيت أسفك قدام الناس دي كلها عشان تسامحني وترجع تاني لبيتك وولادك. أنا غلطانة والله، وجاية يعني أتأسف لك وبوس رجلك لو عاوز كمان قدام الناس دي كلها، بس تسامحني على أنا عملته. والله ما كانت أكتر من مكالمات تليفون. لما عامل عليك يسمعك ويجي يقول لي طيب يبقى ايه الحل يعني؟ طب ما انا غلطت يا محمد وجيت اسف لك وبقول لك ان انا غلطانه فعلا. بس الكلام ده ما ينفعش كده، لازم اقابلك وجه لوجه. انت بتبعتي لي ناس وبتكلمي ناس وكل ده ما شفتكيش، اشوفك وجه لوجه عشان يبقى في تفاهم. لو انت عاوز يبقى في تفاهم، طبعا الموضوع بقى على الملأ ها، ويبقى التفاهم على الملأ، خلاص يبقى في تفاهم وجه لوجه. نظام البرنامج هو هكذا، يعني عندك ستار وكل واحد منكم خلف الستار. بنفتح الستار لما انت بتكون موافق انك تسامح. اذا مش موافق تسامح. ما التسامح دوت، التسامح دوت ما يجيش كده. احنا طيب دلوقتي بقت مشكله على الملك. طالما بقت مشكله على الملك السيد الفاضل بعد اذن سيادتك. اتفضل. اللي انت عملتيه كده ده غلط. صح، هي ما اعترفت ان انت تتصلي ببرنامج والبرنامج يبعت لي دعوه ويجيبني والكلام ده كله، كل ده غلط. وانا بخلي معاك العيال عشان عارف ان انت قاعد عند والدتك، ممكن العيال النهارده اخدهم وما اشوفهمش تاني، وانت عارفه الكلام دوت. وساكت سنه ونص ساكت، بتبعتيني ناس وبنتكلم وبتاع، مش عايزه تواجهني الوجه لوجه. يبقى اذا في حاجه غلط. والله ما في حاجه. لا قلتهولك، طالما ما فيش مواجهه وجه لوجه يبقى في شيء غلط. بتعملي وسطات في النص وحاجات في النص وناس بتخش، الناس كلها عرفت كل حاجه. انت اللي فضحتي نفسك مش انا اللي فضحتك. طب الفضيحه ليا مش ليك، وانا بقول لك سامحني. لا ازاي، ما انت في الاول والاخر اسمك هيبقى على اسمي. ازاي الكلام ده؟ ما انا تعبت يا محمد، كل ما ابعت لك حد مش عارف. وعيالك طيب. اسمهم على اسمك عشان خاطر ولادك يا محمد. ولادي هيتربوا، اروح اتجوز واحده تانية، اتجوز اتنين، اتجوز ثلاثة، اتجوز عشرة، هيتربوا. لا عشرة ما يعطيكش حق الشرع، أربعة. يا سيد الفاضل بص، يعني بص اتجوز اي حاجه، مش اتجوز يا عم واربيهم مع ست. لا بتربيهم طبعا، بتربيهم حبيبي بتربيهم، بس نحن ما بقاش يعني الاسلوب ده يعني. اما عيل ابو احمد يا سيد يعني الفاضل بعد اذن سيادتك. ايه؟ انا عارف ان سيادتك هتخش وسط خير. نعم. بس بعد اذن سيادتك. نعم. طالما انت سمحت لنا ان هي تطلع لقلبها. نعم. اسمح لي ان انا اطلع. اتفضل يا حبيبي، انا منتظرك تطلع لقلبك. فهي ما ينفعش طلع كل اللي في قلبك. ما ينفعش ان عيل من العيال بتقول لك عيل عندها 11 سنه، يعني خلاص يعني سنتين ثلاثه واجوزها. طبعا صبيه سنه. لما تسمع ان امها بتكلم واحد في التليفون، وطبعا الثاني لسه عيل صغير شاب صغير، كلام الحب والغرام والكلام ده كله، هتعمل ايه؟ هلاقيها متجوزها عرفي بعد سنه. شو ده؟ طيب قول لي شغله يا ابو احمد، انت شكيت انه في شيء بينهم؟ هي ادته فرصه يفتح في الكلام، حكيت له على الهموم اللي عندها. ممكن عاوزه تحكي عن همومك، احكي لاي صديقه لوالدتك ما عايشه، ليه لها الوضع كذا كذا كذا، هديلك الصح ومش هديلك الغلط. احكي لاختي، ما انت بتقعدي معاها. لكن انت استسهلت العمليه، واحد قال لك كلمتين في ودنك، انت حلوه انت جميله انت، وشاف حلاوتك وجمالك فين وانت لابسه نقاب. اذا الموضوع النقاب ده الشال عشان يشوف حلاوتك وجمالك والكلام ده. الموضوع فيه حاجه غلط. ايه رايك الغلط؟ ايه رايك الغلط ابو احمد؟ قل لي الغلط شو هو. انا بتكلم الغلط ان انا ما ينفعش يا سيدي الفاضل ان انا استمر مع بنات مزاج، استحال. خلاص الموضوع انتهى. انا لن يعني اضغط. انا احنا بقالنا سنه ونص في حوارات وكلام وتبعت لي ناس وحلفانات والاخره، انا اعرف واحد زائد واحد بيساوي اثنين، الموضوع انتهى. سكرت الباب. خلاص. اقفلت وبعد الباب. الموضوع بتاع النهارده ده، النهارده ان شاء الله اول لما اخلص مع الاستاذ ها عيالك انت مش هتشوفيهم، وبقول لك كلمه مش هتشوفيهم بجد.
خلاص. لا يا رجل مش لهالدرجة. لا 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 للضرب يعني مش راح تكون سبب. لا 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 للضرب حرمانها من من والناس زيت مع احترام الأستاذي الناس دي مش هينفعوك في حاجة. من الآخر عيالك النهاردة أنت مش هتشوفيهم بعد النهاردة خالص، وأنت عارف أنا هوديهم فين وهعيشوا أحسن عيشة، لأن أنت كده غلطت غلط كبير غلط. أنا مش يعني بصي أنا لو شفتك دلوقتي أنا عايز أشوفك وهشوفك ماشي. بدك تشوفها باستوديو هون؟ بتحب تشوفها هون باستوديو تتكلم معها؟ طيب افتحوا لي الستار معلش خلي يحكي معها مباشرة. اقعد كويس اعدل هيك اقعد اقعد كده وهي جالسة هناك كلمها اللي عايز تقوله خلاص. لوين رايح؟ أنا عاوز الوقت أفهم كل اللي أنت عاملاه ده كله عشان إيه؟ عشان غلطت وجاي عشان تسامحني. أسامحك؟ يعني بعد كل ده ما شاء الله يعني اللهم صل على النبي يعني الناس الموجودين والكاميرات وزماننا دلوقتي عيالك بابا هو وماما وهيك عاملين قلبان في البيت الشارع كل ده عشان إيه؟ عشان غلطت. غلطت يعني أنت حاسة بالغلط بتاعك؟ أيوه. وجاي تأسفيلي؟ أيوه. طب احنا بقالنا سنه ونص بنحكي في الموضوع ده خلاص يعني قفلت معاكي؟ ما انت مش عاوز ترجع. بصي انا زي ما قلت لك النهارده سكت تماما ان خلاص عيالك انت النهارده الصبح ودعتيهم وسلمت عليهم وكده وبستيهم من هنا ومن هنا قلت لهم انا راح افضح بابا وجايه لكم. لا مش تفضح بابا يا بابا يعني؟ احمد ايوه كده مش فضيحه. فضحت حالها هي كده مش فضيحه. لا مش حالها مش حالة كده مش فضيحة؟ دي ليه انا مش ليك انت. لا ازاي يعني ايه ليك انت؟ ليه انا؟ يعني ايه؟ جاي اتاسف لك ما عملتش يعني حاجة. يعني ايه جاي اتاسف لك؟ لما تجيبينا تحطينا في الوضع ده تقولي لا مش فضيحة ليك انت، ما الفضيحة لمين؟ يا سيدي هي ما لقت مكان تقدر تحكي وتنقذ هذا الموقف الا بهالستوديو. انت لو عندك مخ لو عندك مخ والنقاب ده على حق ها؟ وتقولي انا راجل بتاع ربنا اروح الجامع الازهر. بس انت مفيش خاف تخش الجامع. كفايه يا محمد. سلمت على عيالك خلاص. طيب مش هشوفهم النهارده. كلمني شوي صدقيني حكيني شوي خلاص حكيت بدك تقول لي اياها خلاص تعال ماشي تعال معايا يعني. تعال معايا يا محمد. لا 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 ده مش هتاخدهم ده انا قبل ما امشي من هنا يكونوا راحوا وانت عارف راحوا فين. اسمع ان شاء الله مش هتاخدهم بقى. انت عارفه مش هتاخدهم. ليك محمد اللي شادي هل عندك في مجال 1% تسامحها؟ لا خلاص؟ مستحيل. طيب بس نحن أنا مسؤولية علي طلع فيه مش لأنه استضفناها بالبرنامج بتحرمها من عيالها. توعدني شو ما حصل ما بتحرمها أم مهما حصل وهي هي لولا مش حاسي بالذنب حاسي بدها تنقذ الموقف ما اجت امام هذه الكاميرات الجمهور 300 شخص هنا وملايين الناس. بص اقول لصوتك على حاجه سامع بس ما كانتش. خليك معي. انا مش عايز اسيب سيادتك وامشي. ايه خليك معي. انا مش عايز اسيب سيادتك وامشي. ايه اللي هي عملته حرمها من عيالها ادبا ليها. عايز تاخد عيالها نوديها محاكم. نوديها محاكم. طيب وانت عارفه محاكم معايا هتعمل ازاي؟ ممكن ما اشوفهمش الا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا واحفادهم يتجوزوا. اللي شيء يعني مش رح تسامحها. خليني افهم. لا شيء. لا مفيش تسامح. مفيش تسامح خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. بتحلوها بالتي هي احسن مش هيك؟ مش عارف. اوكي وشو بدي اعمل؟ حاولت يا يعني شو بدي اخبي؟ انا حاولت هيدي هذا هدف البرنامج انه نرجع نرد العائلات الى بعضها اذا امكن. لم انجح في ذلك. انا بعتبر اني فشلت بقى. انا بدي ودعك واشكرك على ثقتك ومجيئك سامع وان شاء الله على خير ان شاء الله. اذا بالمستقبل قدرت ترجع تنقذ العائله المسامح كريم. اوكي الله معك. مع السلامه يا حبيبي. شكرا. أم أحمد خليكي أنا عارف أنه عارف أنا قصتك صعبة. أنا بعرف رجل وبعرف رسائل وكلمات وكذا يعني لا للرجال
في هذا الشرق اللي بيقدروا يتقبلوا هالموضوع. بشكرك على ثقتك، الناس رح بيقدروا فيكي شجاعتك انك جيتي قريتي بهذا الامر مع انه ما حدا كان عارف، بس اشكرك وان شاء الله على خير. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، على خير. شكرا جدا. شكرا. مع السلامه. تفضلي. يعني قلت انا من البدايه كنت شاعر انه القصه صعبه، صعب الرجل ان يسامح بمواقف من هذا النوع، طبعا اذا كان معتقد او واثق انه صار فيه خيانه معينه، خاصه الرجل الشرقي مثلنا. على كل حال انتهت هذه القصه بعدم المصالحه وعدم